شوكولاته هتبقى ب 110 دي 130 جنيه 135 جنيه 120 جنيه هتبقى 230 تربيز زي 80 كيلو 60 جنيه ده عامل 60 جنيه 70 هتبقى 135 هتبقى ب 135 جنيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد احنا النهارده عند مكتب حبيبه للكاجوال الشتوي بدا معانا من اول 60 جنيه هنشوف مع بعض البوكليت الدريس الميني دريس هنشوف الفساتين الجلد هنشوف الحاجات الهاي ويست والحاجات المقاسات الخاصه موجوده هناك بموديلات تحفه الناس اللي بتسال على المقاسات الخاصه نزل شتوي مقاسات خاصه باسعار حلوه جدا كل حاجه هنشوفها معانا في الفيديو بالاسعار والخامات والمقاسات لينك التليجرام هتلاقوه اول تعليق مثبت والعنوان متصور في اخر الفيديو ورقم التليفون للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه بس قبل ما ابدا لايك وشير لكل حبايبكم ونبدا الجوله على بركه الله ايه يا احلى متابعين احنا النهارده في مكتب حبيبه فيديو شتوي الخروج وصل اجدد الموديلات ان شاء الله هتشوفوها موجوده هنا ازيك يا محمود الاسعار بقى في الشتوي من كام من 60 جنيه ان شاء الله البوكليت من 60 جنيه البوكليت تمام في ايه معانا هنبدا بيه البوكليت نبدا بحاجه زي كده الشتوي جوه هوريك دلوقتي نبدا ببلوزه زي البودي زي كده البلوزه زي البودي جاكيت تحت حلو قوي قوي ماشي حلو قوي تنفع اندر شيرت كده شتوي اندر شيرت وشيك جدا في اللبس كده لوحدها عامله كام دي طب فضلنا ناخد سكرين ماشي عشان بس السكرينات اهم حاجه يعني حاجه زي كده بوكلتها هتبقى ب 110 دي سوق على مقاسها كده بتلبس لحد 85 كيلو 85 كيلو حلو قوي تلبس 90 يا محمود ما بتاخدش وضع الجسم والله حلو قوي تمام الوانها كلها متاحه كل درجات الوانها متاحه والشغل نزل على التليجرام صح؟ اه بالظبط كده كل حاجه نازله على التليجرام تمام شوف حاجه زي كده ايه الجمال ده؟ ومقاس مرتاح برضه بيك سايز حلو قوي زي ما انت شايفه كده الخامه دي العجينه حبايب قلبي حلو قوي قوي منها متوفر منها الوان كتير برضه بس هي عامله كام البيك سايز دي؟ دي عامله 170 طب ثبت لنا السكرين ما لحقوش بتلحق السعر اهم حاجه دي هتبقى 170 بيك سايز تمام في ايه معانا تاني؟ حاجه زي كده ايه الجمال ده؟ ده جديد قوي ايه الشغل العالي ده؟ جميله جدا في اللبس ومقاسها برضه زي 80 حلو قوي اللبس بتختلف ومعاها احزام جلد مع حزام جينز حلو قوي افردها لنا دي في اللبس شكلها ده في اللبس يا جماعه تمام عامله كام دي؟ طب افرد لنا السكرين شوف الوانها كده لا ما هي كده اهم حاجه السكرين بص الشياكه لا عامله كام بياخدوا السعر على السكرين افرد لنا بس 180 جنيه تمام وده شكلها في اللبس 180 جنيه تمام برضه العرض مهم وهنوريهم هنوريكم العرض ان شاء الله تمام بص انا عايزه اقول لكم دي تعتبر لسه اول الفرشه اول ما هيبداوا يظبطوا الدنيا برده ان شاء الله نصور لكم العرض كله حاجه زي كده ضفاير في الكم بصوا عايزه اقول لكم ضفاير شغل عالي قوي ده عامل كام ده برده الوان برده دي 180 جنيه 180 جنيه دريس صوف حلو قوي الوانه كلها متاحه تمام في برده حاجه ثانيه زي كده في البلوزات لا بفضل ان الله اقوى تشكيل الشتاء 2022 حاجات جامده جدا ان شاء الله ان شاء الله هتلاقوها موجوده هنا وعايزه اقول لكم دي بدايه فيديو بدايه تعرف بس ان المكان نزل فيه شتوي حاجه زي كده بيك سايز برده عايزه اقول لكم الكم بومبي استنى واحد ده في شغل عالي قوي ده عجينه ده مش تريكو صح اه ده عجينه عامل كام طيب العجينه ده 180 جنيه بالشنطه بتاعتها تمام اهم حاجه الشنطه تمام حلو قوي بصوا الدريس ومعاه الحزام بتاعه كمان ده اللي هو المشعر يا جماعه عشان لو مش باين في الفيديو حلو قوي قوي شغل تحفه قوي الزجزاج عامل كام ده برده 200 جنيه معاه الحزام بتاعها برده عشان يبان معانا بس حاجه زي كده الجمال ده انا عايز اقول لك السنه دي المقاسات عندكم حلوه لا بفضل ان كل المقاسات ناس كتير اشتكوا من المقاسات ما فيش كبير السنه اللي فاتت السنه دي المقاسات تحفه عامل كام ده 180 جنيه 180 جنيه ايه الشياكه دي؟ ده الورده بارزه وده زي العجينه التقيل قوي محمل حلو جدا ده تسلم ايدك الوان متاحه من كل حاجه بنشوفها كل حاجه متاحه من الوانها تمام وكل حاجه متوفره بكميات باذن الله حاجه زي كده ايه الشياكه دي يا محمود؟ ايه الجمال ده؟ تحفه منها ايه الجمال ده؟ شداد الخامه كلها الوان داخله في بعضها وشكلها تحفه السعر برضه 180 جنيه 180 جنيه 180 لسه زي كده نصين دريس زي ده نصين ده اللي فوق ده طالع لبره زي البلورو كده اه بس هي برده بس ماسك فيها برده يعني قطعه واحده عامل كام ده برده 190 شوفي بقى حاجه برده للبيك سايز عشان البيك الناس اللي كانت بتسال على البيك سايز يا جماعه ايه الشياكه دي ده اللي هي البراش عامله كام البراش دي 150 جنيه بيك سايز تمام بصوا حاجه جلد زي دي الجمال ده برده الجلد ده ما تقلقيش منه ولا بيقشر ولا بيتبهدل غسيل حاجه تحفه حلو قوي 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 تمام عامل كام ده؟ 210 تمام تسلم ايدك 220 الجلد ده معلش ب 220 تمام
انا عايز اقول لك مفيش موديل شفناه زي بتاع السنه اللي فاتت، اتفتح لحد دلوقتي. ايه الجمال ده؟ احنا ما بنفرش موسم كلف هنا، والشغل عجينه تحفه، حلو قوي. 175 175 تمام، الوانها كلها متاحه. تسلم ايدك. ايه الجمال ده؟ شغل عالي قوي قوي، والشغل البارز اللي بره ده جديد، الوانها حلوه. عامله كام؟ 180 جنيه. تعالى نشوف برضو هناك. انا عايز اقول لكم احنا ما جبنا البيك سايز يا جماعه، الناس اللي بيسالوا على البيك سايز بيقولوا ركزي عليها ممكن. ده ما بيلبسش بيك سايز بس، ده لابس من مقاس من 60 ل 120. افرضوا لنا طب عامل كام ده؟ ده عامل 180. ده عامل 180 بيك سايز، يعني من 60 ل 120. بصوا انا عايز اقول لكم في عرض كتير هجيبه لكم برضه اصوره لكم بعد ما نخلص الفيديو ان شاء الله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، مليان كميات موديلات رهيبه. انا بحاول اوريكم بقى كده عشان وادي الفيديو ما يطولش عليكم. ايه الجمال ده؟ الكم معانا جلد، حاجه عاليه قوي قوي، مطعم بصوف كمان. ايه الجمال ده؟ لا وموديلات مختلفه. عامل كام دي؟ 160 جنيه. تمام، الوانها كلها متاحه. عامله كام اللي معاك دي؟ دي عامله 170 جنيه. 170. عايزه اقول لكم تلبس فري سايز دي كل الوانها. ايه الجمال ده؟ دي هتبقى ب 170 جنيه. تمام، في ايه معانا تاني يا محمود؟ ده كم جنس؟ كم جنس. لا الشغل السنه دي، ايه الجمال ده؟ حاجات شياكه. كم جنس في صوف عامله كام دي؟ دي عامله 180. 180. تسلم ايدك. الحاجات اللي ايه الجمال ده؟ ده الهاي ويست بقى، الشياكه دي مطعمه باللولي الكبس. عامله كام دي؟ 130. 130. ايه الجمال ده؟ بص كده، بص الشياكه، بص هي في اللبس تحفه. قالنا كده بصوا الياقه دي، انا بحبها قوي الياقه العريضه دي، حلوه جدا جدا. ده صوف عامل كام دي؟ دي عامله 180. 180 برضه. تمام، تسلم ايدك. حاجه زي كده شطرنج يعتبر، والله شكلها تحفه قوي، في اللبس هتبقى شيك جدا. عامله كام دي برضه؟ ده عامله 130 جنيه. تسلم ايدك. تمام، عايزه اوريكم برضو معانا موديلات كتيره، كل ده موجود هنا في المكان. في حاجات السعار خلاص، كل السعر كل الشغل ده نازل على التليجرام زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله في تشكيله جامده جدا. الحاجات اللي عليها شغل ال 3 دي عامله كام دي؟ الزرقاء دي، الزرقاء دي عامله 130. 130 برضو. ايه الشياكه دي؟ حاجه زي كده برضو بتاع المشعره. المشعره عامله كام دي برضو؟ 135 جنيه. 135 جنيه، والله اسعار تحفه، والخامه تحفه. دي اللي هي المشعره حبايب قلبي، تحفه. الدرس والميني برضو ما خدناش اسعاره. المفت ده عامل كام ده يا محمود؟ المفت ب 160 جنيه. 160 جنيه والله سعره كويس. اللي جنبها 170. 170. وميني درس في الشتاء جديد زي كده 120 بس. 120 جنيه دي حلو قوي. كده 180. حاجه زي كده برضو هتبقى 180. بصوا السعر 180. دي برضو 180، شكلها شياكه شياكه. بص كده الدرس برضو الناحيه الثانيه كده. طب ثواني كده، الدرس الجلد ده، الدرس الجلد ده ايه الجمال ده؟ عامل كام ده؟ كل حاجه سعره 230 جنيه بس. 230. افرد لنا ياخدوا سكرينات كده عليه، افرد لنا كده ياخدوا سكرينات عليه. محمد الجمال ده في الوان منه؟ اه كل الوان. ده هيبقى ب 230. تلبيس زي 80 كيلو. لا تلبيس 80 كيلو. 80 كيلو. تمام، في معانا البوكليت اللي قلنا عليه فين؟ زي كده، حاجه زي كده عجينه. ده البوكليت العجينه قلنا عامل كام ده؟ ده عامل 70. ده هيبقى عامل 70 جنيه. حاجه زي كده ده اللي هو عامل 60 جنيه. ده عامل 60 جنيه، البوكليت ده يبقى 60. لحد 90 يلبس، البوكليتات دي بتلبس. وفر باكتر من 10. ده قلنا ب 60؟ ده ب 60. ده ب 60، تمام. في زيه حاجه ثانيه كده مدلعه. مدلعه. بس خامه عجينه ب 70. دي ده ب 70، الخامه العجينه ده ب 70. حلو قوي، يعني في 60 وفي 70. حلو قوي قوي، تمام، تسلم ايدك. معانا برضو بلوروهات. معانا كل البلوروهات. بص كل اشكال البلوروهات زي ما انتم شايفين كده. هنفتحها برضه من الصواريخ وشكلها والخامه بتاعتها وتلبسها برضه. بص بره كده. ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ ده معاه كابتشو كمان. حلو جدا ده. ده سعره 155 جنيه. 155 جنيه، ورينا بس الخامه كده. ايه الشياكه دي؟ ادينا ظهره كده يا محمد نشوف شكله. ده هيبقى بلورو ب 155 جنيه، تسلم ايدك. في ايه معانا تاني؟ بص كده البلورو ده برضه. انا عايز اقول لكم الخامه دي من احلى الخامات. لا جبير، شغل الجبير ده تحفه. ايه الشياكه دي؟ بص الكم التاني عليه الجبير، ودي خامه زي العجينه، عامله زي العجينه. عامل كام البلورو ده؟ لا ثبت لنا السعر، انتوا بتلموا على السعر ليه؟ افرد لنا. طيب ياخدوه سكرين على السعر. البلورو ده قلنا يبقى عامل كام؟ 180 جنيه. 180 جنيه شياكه والوانه كلها متاحه. بص ده كده
في اللبس اهو. بصوا ده شكله في اللبس كمان، تحته بقى بوكليت كده، يبقى شياكه قوي. ايه الجمال ده؟ وكابه تلبيس برده زي 80 75 عشان هو بيبقى مفتوح عاده يعني. ده يبقى عامل سعره كام برده؟ 155. 155 جنيه. تسلم ايدك. بص كده معانا دلوقتي برده بلوزات وهيستات. تمام. احنا شفنا دي قلنا كانت عامله كام سعرها؟ دي كانت عامله 135 جنيه. 135 جنيه. تمام. 135 جنيه. بص دي برده هيوسم شعر. ايه الجمال ده؟ ثبتها لنا كده. الشغل بتاعها بارز لبره، شكلها تحفه. ودي هتبقى عامله كام برده يا محمد؟ 135. طب اقف السعر يا محمد، ما تلمش الا ما نقول السعر. 135. بص دي هتبقى 135 جنيه. تمام. يا شغل دبل من هنا وشكلها تحفه مفرغه كده. 135. تمام. بص برده حاجه زي دي احنا شفناها، دي في منها الوان بيتهيألي. ودي قلنا هتبقى سعرها كام؟ ده كل الوان وبكميات. تمام. بكام؟ ب 135 برده. 135 برضه. بص دي هتبقى ب 135 جنيه سكرين على السعر والصوره. تمام. 135. تمام. في ايه تاني معانا؟ بص حاجه زي كده برضه، دي تحفه في اللبس. بص دي الشياكه، ايه الجمال ده؟ سعرها كام دي الاول قبل ما نيجي نشوف الخيمه؟ دي سعرها 170 جنيه. دي هتبقى ب 170 جنيه بس جديده قوي قوي. جميله. شغلها عالي قوي. شغل الهادي، شغل الهادي ده برضه الكلاسيك ده تحفه، حاجه سيمبل قوي. تمام. تعبتك معايا يا محمد. كده خلص فيديو النهارده من مكتب حبيبه. احنا ما خلصناش معاك ونص الموديلات، الفرشه لسه اول ما هتكمل ويظبطوا اسعار ويظبطوا بقيه الموديلات ان شاء الله. هنزل لكم فيديو تاني باذن الله في كميه اكبر من الموديلات. الاسعار هنا هتلاقوها موجوده كلها على التليجرام. انا بوريكم بعض الموديلات اللي نزلت وممكن نكون ما جبناهاش معانا في الفيديو. المكتب ما شاء الله موديلات كتير جدا موجوده فيه زي ما انتم شايفين كده، وكل الشغل ده على التليجرام. حابين تشوفوا كميات اكتر واكتر انزلوا وهتلاقوا لينك التليجرام موجود في اول تعليق مثبت عليه كل الشغل ده بالاسعار والمقاسات، وموجود على مانيكانات كمان. صح كده يا محمود؟ موجود على صور موديل كمان، على مودلز كمان ان شاء الله. هتلاقوه في التليجرام في اول تعليق مثبت، والعنوان هينزل لكم متصور حالا بعد ما اخلص فيديو من اول شارع الجيش لحد ما توصلوا لحد المكتب هنا. واشوف ما تنسوش بقى اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. نيجي بقى العنوان يا حبايب قلبي. احنا واقفين فين؟ احنا واقفين في شارع الجيش. هتنزلوا محطه مترو العتبه وتدخلوا شارع الجيش. شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. هتمشوا مسافه صغيره ما فيش 30 40 متر هتلاقوا محمد حسين بتاع اليميش. الشارع اللي جنبه ده على طول اسمه دخله الشوازليه. الدخله دي كمان بتوصلكم على مول القدس، وهوصلكم لحد. هنفضل ماشيين في الشارع ده زي ما انتم شايفين كده. الشارع ده هتلاقوا بقى ملابس بيتي على اطفال على مفروشات، كل حاجه هتشوفوها معانا. هنفضل مكملين في الشارع ده زي ما انتم شايفين كده، هتلاقوا محل المفروشات ده كده. هنكمل بعده كمان وهيقابلكم كمان قمر على شمالكم، عملنا منه كذا جوله حلوه جدا للكاجوال واسعاره حلوه. هنفضل ماشيين لحد العماره اللي في الوش دي وندخل من ممر اليمين. ربنا يجعلنا من اهل اليمين. ممر اليمين ده على اوله ده مكتب كل يوم جديد بتاع الكاجوال. انا بديكم علامات مميزه. هنطلع كده من الممر ده، الممر ده فيه الحاج صلاح درغام، عملنا منه جولات حلوه برده. هنفضل مكملين بعد الممر على طول لا نحو الشمال ولا يمين. هنعدي كمان كده زي ما انتم شايفين على اسيا كيدز. اسيا كيدز اللي على شمالنا ده قدامكم الاطفال ده، عملنا منه فيديو حلو قوي ولبس حلو جدا. هنلاقي بعد مول القدس، هنكمل بعد مول القدس البوابه الاولى وادي البوابه الثانيه. بعد البوابه الثانيه هنلاقي كده كمان مدخل ينزلنا للدور اللي تحت الارضي زي ما انتم شايفين كده. هننزل مع بعض، واول ما هننزل هنلاقي على شمالنا على طول مكتب الخولي بتاع عبايات سمراء، كنت عملت لكم منه فيديو قبل كده، اسعاره برده كويسه وخامته حلوه قوي. هنلاقي على اليمين كمان مكتب الريان، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. هنكمل ونمشي في وش الريان، هنلاقي الاسطوره زي ما انتم شايفين، اسطوره لانجري، وعملنا منه برده جوله كانت حلوه جدا. بعد الاسطوره على طول هنلاقي السلم اللي بينزلنا تحت الارضي، الدور اللي تحت الارضي. بصوا ده مكتب الاسطوره والسلم في وش المكتب على طول. هنكمل وننزل زي ما انتم شايفين كده، المول ما شاء الله مليان محلات واسعار حلوه جدا. ده مكتب طارق السوري اول ما هننزل على طول. هنعدي ونكمل بعد المكتب، هنلاقي على اليمين ده مكتب الاسواني بتاع العبايات السمراء برده، ده الاسواني. مكتب حبيبه بعد مكتب الاسواني على طول، ده المكتب اللي عملنا منه الجوله النهارده وهتاخده بنفس اسعار الفيديو. لو حابين كمان تشوفوا موديلات اكتر واكتر هتلاقوا لينك التليجرام موجود في اول تعليق مثبت. بجد عندهم فرصه اليومين دول، موجود كسر اسعار، كل حاجه نازل سعرها، وفي حاجات نازله من اسعارها لحد 50%. والناس اللي سالوا كمان على الحاجات المقاسات الخاصه موجوده هناك، كل حاجه هتلاقوا كمان اطقم، هتلاقوا جاردن، هتلاقوا حاجات كتير جدا، بلوزات شميزات كل اللي تتخيلوه هتلاقوه موجود ان شاء الله هناك. بصوا تشكيله ما شاء الله كبيره جدا، ويا ريت اللي يروح كمان يقول له ان هو جاي تابع قناه يوميات مكه واستفادوا بكل الخصومات. يا رب تكون الجوله عجبتكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.